لا تكاد شوارعنا تخلو من المتسولون الذين يبدعون في ابتكار مختلف الوسائل لاستجداء المواطنين، حيث يتزاحمون على الإشارات المرورية ويفترشون الطرقات في مختلف المناطق لتشهد المدينة تفاقم لظاهرة التسول. يبدأ دور التنمية الاجتماعية في مكافحة ظاهرة التسول والتشرد من خلال عمل جولات ميدانية متنوعة صباحية ومسائية، وذلك للقيام بمساعدة على الحد من هذه الظاهرة. ضعف التشريعات القانونية للتعامل مع المتسولين، نتفاجأ أنه المتسول يتم ضبطه، يتم تحويله إلى مركز أمن المدينة، يتم تحويله إلى المحكمة. نفاجأ أنه بوجوده مباشرة يمكن بعدها بساعتين بلاقيه برضو وين بالسوق. شوف أنه تعاطف المجتمع المحلي مع القطاع المتسولين، يعني بنواجه أنه بنحتاج لوعي أكثر، اللي نزيد الوعي المجتمعي على موضوع أنه التسول أنه هاي ظاهرة وهاي حال أنه صارت مهنة مش حاجة. بنلاقي أنه كثير من الناس يعني عمالهم بتعاملوا وتعاطفوا مع المتسولين ومع المتسولات بخصنات. اثنين، أنه صارت تأخذ منحى أخلاقي، يعني المتسولة صارت مش مجرد أنه موضوع مادي، موضوع حاجة، صارت تأخذ أكثر من بعد غير أخلاقي. فهي من مسائل الكسب السهلة وغير المشروعة، والتي تفرز أفراد من مختلف الفئات العمرية يكونون عال على المجتمع ويسهمون في ضعفه وهوانه وتقديم صورة سيئة له. رأيي بالتسول أنه أصبح ظاهرة مجتمعية، وأصبح المتسولين يعتبروها كمهنة مش أنهم بيكونوا بحاجة بالفعل. فمشان هيك أنا ما بصدق أي متسول بلاقي. بسبب تدني دخل الفرد الأردني في المجتمع زادت وانتشرت ظاهرة التسول بشكل كبير، فأصبحنا نراهم أمام المؤسسات الحكومية والخاصة وفي التجمعات السكانية. ما أعتقد أنه مش ظاهرة أكثر من أنه صار في بعض الناس بيستغلوا طيبة أردنيين، يعني في نوع من المساعد، وفي ناس أخذها كمهنة. في ناس مثلا ممكن يكونوا كثير فقيرين أو بحاجة لمساعدة، ما لقوا طريقة معينة إلا هم يستجدوا الناس. بيقدر الواحد أن يساعدهم، أن يوصلهم، خلينا نحكي للوزارة التنمية الاجتماعية أو الناس المسؤولة عن هيك ناس، نقدر يساعدوهم بدلهم يعطوهم مصاري وخلوهم يشجعوهم على أن يستمروا في هيك أمور. يعني زادت بشكل كبير خصوصا بالسنوات الماضية. هلا أنا نظرتي للمتسول مش واحد ما معه مصاري، بالعكس واحد معه مصاري أكثر مني ومن غيري، لأنه يعني ما شاء الله عندهم عمارات وعندهم بيوت وعندهم، يعني أنا بشوف عيني بتحكي بالتليفون وهي تحت الخمار، ورجعت أخذت مصارية منها. ظاهرة التسول أصبحت ظاهرة خطيرة، وإن حاول البعض التقليل من خطورتها أو تجاهلها فهي تحتاج إلى وقفة جادة من الجميع واتخاذ إجراءات صارمة مع الحكومة لكشف من يديرها بأصابعهم، وحتى لا نظل ندور حول هذه الظاهرة مكتوفي الأيدي. شعارنا التواكل ولسان حالنا، ما لي دخل. سنان الشراري لبرنامج من نوفينا.